نعود بكم مشاهدينا الكرام إلى واقعة الواحات الإرهابية، حيث تنضم إلينا من هناك من موقع الاعتداء الإرهابي موفدة أونلايف سالي سالم. أهلا بك سالي، كيف يبدو المشهد لديك؟ نعم محمد، بالفعل نتواجد على طريق الواحات وتحديدا على بعد بعض الكيلومترات من الكيلو 135 والذي شهد واقعة الواحات أمس. لا نستطيع الاقتراب أكثر من ذلك، حيث تجرى في هذه الأثناء مداهمات واشتباكات بين قوات الشرطة والعناصر المتورطة في هذه الواقعة منذ أمس، وذلك بعد وصول الجهات القتالية والدعم من قبل سالي تسمعيني. الجيش هناك تعبان وجو من خلال طائرات الهليكوبتر التي تقوم. نعم محمد اسمعك. تفضلي سالي اكملي. من خلال طائرات الهليكوبتر التي تقوم بذك المنطقة الجبلية والتي تقوم العناصر الإرهابية بالتواجد بها في هذه الأثناء، تستمر المداهمات بين قوات الشرطة والمجموعات القتالية وأيضا قوات الأمن المركزي إلى هذه العناصر الإرهابية المتورطة. هناك إغلاق لكافة مداخل ومخارج طريق الواحات، ونحن في طريقنا إلى هذه المنطقة تحديدا هناك عدد كبير من الكمائن الخاصة بقوات الشرطة وقوات الجيش. هناك ملاحقات لهذه العناصر في هذه الأثناء، وهناك تطويق للمنطقة الجبلية التي يتواجد بها العناصر الإرهابية ويتم التعامل ونحن في هذه الأثناء. أيضا هناك إغلاق لكافة مداخل المحافظات التي توجد على طريق الواحات، محافظات الجيزة والمنيا وبني سويف وشمال الصعيد وأيضا القاهرة من اتجاه الصف والصفيح. لدينا أيضا تفتيش لبعض المنازل التي قد يتوقع أن يكون بها بعض العناصر الإرهابية الفارة من هذه الموقعة. لدينا أيضا دعم بالأكمنة لعناصر الشرطة والجيش على مداخل وخارج هذه مخارج هذه المحافظات، وهناك الآن يعني مأموريات تتوجه أيضا إلى هذه المنطقة وتعامل بريا وجويا كما ذكرت لك. هناك في المحافظات التي ذكرتها لك وهي بني سويف والمنيا والجيزة والقاهرة وأيضا شمال الصعيد، تفتيش دقيق والتعرف على بطاقات الهوية وكافة الوافدين إلى هذه المحافظات أو الخارجين من هذه المحافظات، وإغلاق كافة المحاور والمخارج على طريق الواحات. تواجد كبير من قبل قوات الأمن والشرطة وأيضا قوات الجيش، تعامل يتم الآن ونحن نسمع الأصوات الخاصة بالطائرات وأيضا التعامل بالأسلحة الثقيلة مع هذه العناصر المتورطة. عودة إليك محمد. أشكرك سالي سالم من موقع الاشتباكات التي وقعت بالأمس في طريق الواحات، وكما تقولين ما زالت الاشتباكات وعمليات المداهمة مستمرة. شكرا جزيلا لك.